وأيضا ننتقل إلى الأنبار، حيث طالب مواطنون في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار الحكومة الاتحادية بالتدخل لدعم أسعار المواد الإنشائية ووقف ارتفاعها الذي ينعكس سلبا على الحركة العمرانية، لا سيما إعادة إعمار المنازل المدمرة بسبب الحرب على الإرهاب. صعودها أثر علينا حيل، على الطبقة الوسطى أو هم فوق الوسطى، يعني من ناحية الموظف أو غير الموظف والإنسان البسيط اللي دخله محدود. المواد صعدت صعود مو طبيعي، الشيش، السمنت، الطابوق، البلوك اللي هو هذا أبسط شيء للمواطن البسيط اللي يقدر يعمر له بيه غرفة غرفتين، اللي رجع على مناطقهم، اللي رجعوا كثير من العوائل ما قدروا يعمرون بيوت، لا تعويضات صحيح، تعويضات أقل من ناقوط الحب يعني حتى أقولها. شو وين يروح المواطن؟ غير الدولة تدعم المواد، تدعمها بشيء حتى يقدر المواطن يشتري، حتى بنفس الوقت حتى اللي يبيع أبو السكلة هم يقدر شوية يقدر يستفاد ويقدر يدعم المواطن، كان يقدر حتى ينطي بالتقسيط، هسه ما يقدر ينطي. مو على الشيش كله قعدنا، يعني ما صار الشغل كله قليل. لا يقول شغل قبل مثل قبل السريع يشتغل واحد يجيب شيء، هسه ماكو وقفت. مو على الشيش كله عمل وقف. يقول ما نشتغل هسه. الشيش احنا قاعد نجيبه من هناك ب 870 دولار. 870 دولار. يجون المشتري هنا يمنا الفقيرة، الطبقة الفقيرة. يقولون أنتم صعدتوا. احنا ما صعدنا الشيش بمدة ينزل على قبل 750 ألف. احنا ما لنا شغل، اهل السكلات ما لنا شغل، احنا التجار العمالقة ذول المجرمين. ارجو ان ينزلون الشيش لان عالم منتهية، عالم منتهية، عالم ما عندها، ما حد قاعد يشتغل غير 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 ذول الحرامية.